صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع صلاة النبي حلو. هو هيطلع ارنب ولا ايه؟ انا مش عارف. ركزوا معايا، اذا رسمنا خطا من هذا المج الى هذا المج. لا انا بقول اي كلام يا جماعه، ما تركزوش. انا ان شاء الله مش هنحتاج للفكره اللي هو ما قالهاش ديت. بصوا يا ساده، دلوقتي بطل اسمه رحيم، بمعنى ان هو بالنسبه لها ايقونه الشجاعه. يحصل ايه لو عرفنا نكره نسمه في رحيم؟ هتبطل تحبه. برافو عليك، فهمتوا بقى الدماغ دي دايره ازاي؟ انا مش هطلع قاعد في وسطيكم يا ساده. احنا هنستعمل معاها نظريه تحطيم الايقونه. يا اهلا وسهلا، شيفتنا وكطيتنا ونويتنا يا شوكه بيه. لزومه ايه الاكل ده كله يا هناء؟ بجد انت كده تعبتي روحي. انا كان نفسي اعمل اكتر من كده. ما عملتيش ليه؟ ايوه امي، فين جوزك يا نسمه؟ اتاخر قوي، عايزين ناكل. إيه رحيم لسه مكلمه جاي دلوقتي. يا حيم، يا حيم مين؟ اصبري يا ام والنبي بقى ده شويه. اصبري عليا يا ام، اصبري عليا. هي دي العزومه اللي عرفنا بيها؟ فرختين وبطايه؟ مفيش ديك رومي ليه؟ ولا مش الموسم بتاعه؟ جود ايفنينج، اي مين يعني مساء الخير يا جماعه. اتفضل يا رحيم. اتفضلوا. ازيك رحيم يا ابني؟ رحيم ما بيسلمش على حد. ازيك يا رحيم؟ ما قلنا رحيم ما بيسلمش على حد. عندك ما سلمت. ايه ده يا رحيم؟ ده انا اتولدت كده امتى؟ رحيم يعمل اي حاجه. لو عايزاني اطول لك شعر مناخيري دلوقتي اطوله لك. لا مش للدرجه دي، انت كده عاجبني. مين ده؟ ده رحيم ياما، ما شفتيش مسلسله في رمضان؟ ايه يا عم رحيم، مش هتشرب شوربة الحجة؟ رحيم ما بيشربش شوربة، رحيم بيشرب زنجبيل. وبعدين هدي العصبية بتاعتك شوية يا رحيم يا ابني. هو ده نظامي. هقوم لك. بلاش يا حبيبي شوربة، خد ترش يفتح نفسك. رحيم ما بيفتحش نفسه بترش. رحيم بيفتح نفسه بفروة خروف. طب ايه؟ سبرتو. رحيم اللي انت بتشربه ده؟ هكون بشرب ايه يعني؟ كولونيا؟ خمرة؟ انا بشرب خمرة. انت من امتى بتشرب خمرة؟ انا خمرجي قديم، سكير عروقي بيجري فيها فودكا، انا بقرأ شمبانيا. براحتك يا حبيبي، اجيب لك كاس. لا رحيم، رحيم اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، احنا في بيت ناس، احترم الناس يا اخي. رحيم ما بيحترمش حد. بيتك ده مجنون ده يا ابني؟ اتقال يا اما بس عشان الخطة ما تبصي. معلش عفر سجاير. ايه ده؟ عيب يا ابني تويع سيجاره.